والسادس والرابع والخامس والتاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر ويليا الثاني والسادس والسابع والثامن والحادي عشر. أولا بإجماع الآراء ومعترض كل المتهمين الأول إبراهيم محمد إبراهيم محمد حسن والثاني أحمد محمد مصطفى الشيخ والسادس إسلام قطع مختلف جنيدي والسابع حسام رزق بتاعي أو شراك بالإعلام عما نسب إليه مبادرته من مصاريف الجنائية. ثانيا ومعترض المتهمين السادس أحمد محمد الأول والرابع عماد مكرم عثمان المندوبي والخامس طارق نبيل أمين شهيد والتاسع احمد حمدي عمر المندوبي والعاشر علي محمد علي محمد المندوبي والثاني عشر حسام احمد احمد براء بالسجن المشدد لمده 10 سنوات عما وصل اليهم مع الزميل المصري الجنائي. سادسا ومعقبة المتهمين الثاني شريف حسن خليل صالح العباسي والحادي عشر رضا سعد محمد الشرقي بالسجن المشدد لمده 15 عاما عما وصل اليهما رشدتهما المصري الجنائي. رابعا براءة طارق فوزي محمد القاضي عما وصل اليه. خامسا ومصاباة